إذا انتقلنا إلى موضوع النظام الاجتماعي وهو الأصعب والأسوأ، أنا في كلمتي التي ألقيتها في الجلسة الختامية، الجلسة العامة في جنيف، قلت أننا أريد أن أشبه، كان الحديث عن الفجوة الرقمية، والفجوة الرقمية ما هي إلا أحد ظواهر الفجوات في العالم، تاريخنا كله فجوات، فجوة اقتصادية، فجوة علمية، فجوة لغوية، فجوة سميها ما شئت، وآتين إلى فجوة أصعب، وهي إحنا انتقلنا من عالم التقنية إلى عالم المعرفة إلى العالم القادم اللي هو أسوأ، وهو عالم البايو إنفورماتكس، البيولوجيا الحيوانية. هذه التقنية الجديدة المقبلة، المعرفة الجديدة، ستنتج عنها أن الإنسان سيصبح أفضل من إنسان آخر، ستستطيع أن تجعل عقلي يشتغل أحسن، ونظري أفضل، وحياتي أطول، وذاكرتي أحسن، إلى آخره. أي أننا الآن نجد عالم واحد فقير وواحد غني، واحد عنده موارد واحد ما عندهش موارد، واحد يلبس أحسن من واحد، يأكل أحسن واحد. المؤلم أننا سنجد أن هنالك أمم تتوفر لديها هذه التقنية ستصبح أمما أفضل تكوينا بشريا، وأفرادا سيصبحوا متفوقين عضويا، يعني سيصبح الفوارق ليست فوارق في الاقتصاد ولا في العلم ولا في المعرفة، في التكوين البشري، وهذا أسوأ ما يمكن أن يخطر لنا. وأنا لا أتكلم عن حلم، أتكلم عن 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 موضوع أصبح حقيقة وأصبح واقعا وفي تطويره، كما بدأت قبل 20 سنة ثورة المعرفة، بدأت الآن ثورة المعلوماتية الحية. هذا الموضوع البايو انفورماتكس موضوع يقلقني جدا، وهذا الآن يعني أعمل كبير من جزء كثير من وقتي في تطوير معرفتنا له وفي التوعية بالكارثة المقبلة علينا والفجوة الجديدة. في مؤتمر جنيف قلت للقمة، للمشاركين في القمة، نيابة عن القطاع الخاص، القطاع العالمي، نحن في هذا العالم من المتسلسل، الفجوات المتسلسلة، في صراع وسباق يمثل سباقا بين الأسود والغزلان. والأسود هم الدول المتقدمة، والغزلان الدول النازحة. الغزال يستيقظ كل صباح ويذكر نفسه أن عليه أن يركض أسرع من أي أسد لكي يبقى حيا، لأنه أفضل أسد يأكل. فعلى كل غزال أن يكون أسرع من أسرع أسد ليعيش، بمجرد أن يستمر في الحياة. أما الأسد هذا العظيم، فكل ما هو مطلوب منه أن يكون أسرع من أبطأ غزال لكي يستطيع أن يقتنص غزالا ويستمر على حياته. المؤسف أن إذا الفجوة كبرت وأصبح كل الأسود أسرع من كل الغزلان، سيقضى على الغزلان ويصبح العالم كله أسود، وبعد ذلك سيصبح الأسود تأكل بعض. وهذا الشيء اللي أنتم مش منتبهين له في العالم المتقدم، أن من مصلحتكم أن تضيق هذه الفجوة لنستمر نحن الغزلان بأن ننتج غزلانا لكي تستطيعوا أن تعيشوا على لحومنا. فنرجوكم أن تحافظوا على مصلحتكم بأن تحافظوا على وجودنا، وإلا أنتم الخاسرون أكثر مما نحن المنقرضون. فكان التشبيه البسيط هذا أثار اهتماما كبيرا في المؤتمر، وكان موضوع كثير من التداول، وهو في الحقيقة يمثل حقيقة، يعني الفجوة تتسع، وكل من يقول لك غير ذلك غير صحيح. الآن بعض الأرقام، تعرف مجموع ما يقدم من دعم لدول العالم كلها في عام 2002 آخر إحصائية، المعونات اللي قدمت لكل دول العالم حوالي 65 مليار دولار، أي أقل من 2% من الدخل القومي العالمي، مش 2%، 2%، مخزي، وهو أقل من 10% من الدعم الزراعي الذي تقدمه أوروبا فقط لدعم منتجاتها الزراعية، فقط لدعم منتجاتها الزراعية التي تحارب فيها منتجاتي، والتي لو ألغتها لم أحتاج أنا لهذا الدعم، لأنني أستطيع أن أعيش على منتجاتي وعلى منافستي ولا أريد منك دعم.
فهو دعم غير حقيقي، دعم كاذب، لأنه في الوقت اللي يعطيني إياه هو يفرض قيودا تعيق قدرتي على التنافس الاقتصادي. 1% من سكان العالم الأغنياء يحصلون على 57 ما يحصل عليه 57% من سكان العالم. 1% يحصلون من الثروة على ما يحصل عليه 57% من سكان العالم. هذه مفارقات اجتماعية غريبة، ولا أقولها لأنه التوجه الذي بدأ والطموح والكلام اللي سمعناه كثير وكلنا فرحنا به بأن النظام العالمي الجديد سيحقق المساواة، العدل، الازدهار، التكافؤ، يضيق الفجوة إلى آخره، كان نوايا جميلة، ولكنه على أرض الواقع أدى إلى العكس. حوالي 1 مليار بني آدم ليس لديهم ماء للشرب، حوالي 1 مليار بني آدم ليس لديهم أكل كافي، يعني يشكون هذا. المشكلة في هذا الموضوع أن النظام العالمي بكله، بكل مقوماته، سواء المالي أو التجاري أو الاقتصادي أو السياسي أو الرقمي المعرفي، كله تجاهل الجانب الاجتماعي وركز على بناء الثروة، وقال، وهي الفلسفة التي كلنا عشناها وتعلمناها، أن سيؤدي إلى النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي ليس ضرورة أن ينتج عنه نمو في الدخل الفرد، لأن دخل النمو في الدخل الدولة يختلف، أو النمو في الدخل القومي يختلف عن النمو في الدخل الفردي، وأن يختلف عن توزيع الثروة بين الأفراد. والتوجه من دولة الويلفير اللي هي دولة المنافع للمواطن إلى دولة الثروة ودولة الرأسمال قضى على إمكانية أن نحقق أي توازن اجتماعي حقيقي لا داخل الدولة ولا بين الدول. هذه هي من المشاكل التي سنواجهها بقوة أكبر. احنا في جنيف كان حقيقة صدرت بيانات حلوة، ولكن كما قلت أنا أيضا في المؤتمر أن المؤسف لم تضع آلية للتطبيق ولا موارد للتطبيق ولا آلية للمحاسبة إطلاقا، يعني ما في ريبورتينج، ما في أكاونتابيليتي، وما في موارد لتطبيق هذه المشاريع الحلوة اللي قررناها. كان هنالك مشروع تقدمت فيه الدول النامية وبالذات أفريقيا لإقامة صندوق سموه سوليداريتي فاند، نتعالوا يا جماعة هذا التعاون بين السوليداريتي، الوحدة بين العالم، نحط فيه جزء من الدخل القومي بنسب الدخل القومي العالمي لسد هذه الفجوة الاجتماعية وهذه الفجوة في كل شيء. رفض المشروع لأن الدول المتقدمة قالت القضية ليست في قديش بنحط في الصندوق، وهنا الفلسفة اللي يعني بدها شوية إبداع حتى نفهمها، وأنا أخذت وقت لاستوعبتها. يقول أصحاب الرفض بأنه ليس المهم كم أعطيك من مال، المهم ما هو أثر هذا المال الذي سأعطيك إياه عليك، فأنت أعطيني النتائج أولا حتى أعطيك المال قبل ما أعطيك 50 مليار سوليداريتي فاند. قل لي هذه السوليداريتي فاند اللي تنصرف كيف ستنصرف، وما هو مردودها، وكيف سيكون مردودها، وبعدين نتحاسب بالموضوع. وبالتالي خرجنا من الموضوع بإلغاء المشروع وعدم ذكره حتى في البيان. يمكن الانتصار الوحيد واللي كنا حاربنا فيه بقوة وأنا شخصياً مهتم فيه كان هو موضوع الرقابة على الإنترنت والرقابة على عالم المعرفة وكيفية مدخل اللغات وتدوير النظام هذا، بالإضافة إلى بعض الأمور التعلق بالجوانب الاقتصادية. ولكن المصلحة الاقتصادية versus المصلحة الاجتماعية، النظام العالمي كله بكل جوانبه يركز على المصلحة الاقتصادية ولا يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الاجتماعية والمنتجات الاجتماعية، كلها منتجات اقتصادية وليس منتجات اجتماعية.